في وجه الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، رفع نشطاء فلسطينيون أعلام فلسطين وصور الفتى محمد أبو خضير أمام مستوطنة آدم شرق رام الله. المكان ليس صدفة كما الزمان أيضا. اليوم هي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الطفل محمد أبو خضير. من هذه المستوطنة خرج القتلة، في هذه المستوطنة كان التخطيط لقتل الطفولة والبراءة الفلسطينية. لنقول بأننا سنرفض رافضين للاحتلال والاستيطان، وأننا نطالب بمحاكمة هؤلاء. العشرات من النشطاء والمتضامنين الأجانب سدوا مدخل المستوطنة وهتفوا للحرية ولروح الطفل أبو خضير، ما استدعى استنفار العشرات من جنود الجيش الإسرائيلي الذين صبوا جام غضبهم على المتظاهرين بقنابل الصوت وبغاز الفلفل، أدى إلى إصابة عدد منهم حتى طواقم التلفزة لم تسلم هي الأخرى. كما تعودنا هي تصرفات همجية، لكن نحن في مقاومة الشعبية سنستمر في مقاومة هذا الاحتلال النازي. قتل الشهيد أبو خضير جريمة لا تغتفر، يجب على الشعب الفلسطيني الوقوف في هذا اليوم من أجل محاسبة دولة الاحتلال، هذه الدولة النازية التي تعطي الحق لمجانينها بقتل أطفالنا وحرق. سنستمر في النضال، سنستمر في مطالبة المجتمع الدولي أخذ دوره. حرق الطفل أبو خضير حيا شكل تاريخا جديدا أسودا في سجل الاحتلال، وألما متراكما في ذاكرة الفلسطينيين، خاصة أن هذه الجريمة تلتها حرب غزة الأخيرة وسقوط أكثر من 2000 فلسطيني ثلثهم من الأطفال. عندما تتحول الكراهية إلى ظلم، ويتحول الظلم إلى بطش، ويتحول البطش إلى حد حرق الأحياء، ابحث عن الاحتلال. هذا ما أراد قوله هؤلاء في الذكرى السنوية الأولى لحرق الطفل الفتى محمد أبو خضير. وجها لوجه مع الاحتلال أرادوا القول بأن الاضطهاد والظلم هو تحت مظلة ورعاية هذا الاحتلال للأرض والإنسان. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، من أمام مستوطنة بنيامين شرق رام الله.